مرحبا. البحر عالم بحاله وثرواته ما بتخلص، وتقريرنا لليوم عن المرجان منشوفه سوا. البحر مليان بثروات طبيعية أجمل من المنحوتات والاختراعات يلي بيعملها الإنسان. المرجان مثلا من الحيوانات البحرية يلي بتوافد السواح ليشوفوه قد ما شكله حلو. وللمرجان أهمية طبية لأنه في مادة بتفيد العين والقلب، وكمان بيستعملوه لصناعة المجوهرات الثمينة، وبيشبه الشجرة وأغصانها، وبيتميز بلونه الأرجواني. فالأسماك الصغيرة يلي بتعلق فيه بتموت وبتصير جزء منه. والأهم من هيك إنه المرجان بحاجة لمئات السنين ليتكون، ولكن حتى هيدي الثروة المميزة والموجودة بعمق البحر ما سلمت من إيدين الإنسان، لأنه عم بيتم تحويله لباطون واستعماله بعمار البنايات وتفجيره ليطعموه للسمك. ويا ريت وقفت هون، المرجان عم يتأثر بالتلوث الناتج عن الصرف الصحي يلي بيصب البحر آخر النهار، والغازات الناتجة من استعمالات الإنسان.